نرحب بحضراتكم مرة تانية. من يومين تم تكريم الفائزين بمسابقة الصوت الذهبي لذوي الهمم، واللي بتعتبر واحدة من أهم المسابقات اللي بتجسد استراتيجية الدولة للاهتمام ورعاية ودعم الموهوبين من أبنائنا من ذوي الهمم. الحقيقة المفاجأة كانت في تقدم أكثر من 1000 متسابق، وكان الناتج عشرات الأعمال الفنية المتميزة، والكشف كمان عن أصوات مبدعة منورنا منهم النهاردة من هذه الأصوات الفنان علي فرج، ده الفائز بالمركز الأول في مسابقة الصوت الذهبي للغناء من ذوي الهمم. يا أستاذ علي، صباح الفل. صباح النور على حضراتكم وعلى السادة المشاهدين. الحمد لله. أنا عايز أقول لكم إحنا بنعمل بروفة دلوقتي مع علي، هتتبسطوا النهاردة من صوته، ما شاء الله يعني مبدع. ربنا يخلي حضرتك، شكرا. يا أهلا بيك. عايزين حضرتك تعرفنا دلوقتي وتعرف السادة المشاهدين عن رحلتك مع الغنى، بدأت إزاي؟ والله أنا رحلتي بدأت مع الغنى صدفة، كان عندي 6 سنين وكنا زي أي بيت مصري كنا بنشغل القنوات اللي هي كانت بتعرض الأغاني وكنا قاعدين كده أنا وإخواتي وبابايا ووالدتي الله يرحمها، ففي أغنية شدتني وهي كانت أغنية سعد صغير أول ما طلع، يعني أغنية اللي هي ما تفرحوش فيا كده، فشدتني جداً. كنا دايما بنشغل القناة والأغنية كانت لسه يعني جديدة فكانت بتتعرض كتير، فيعني الأغنية حفظتها. كان عندك كم سنة ساعتها؟ 6 سنين. فقلتهم اتفاجئوا ان انا يعني بغني، بدأت الدندن بقى كده وهم سمعوه. بقيت دندن وبقيت كمان يعني المراحل تتطور، ام كلثوم دخلت يعني غنيت ليها وحاجات يعني حاجات في سني يعني صعبة شوية. لسه فاكر برضاك بعيد عنك. برضاك يعني مش صعبة شوية، ده صعبة كتير. من خلالها والدي أصلا شغال فنان تشكيلي في هيئة قصور الثقافة، كان بيبقى في ندوات وحفلات، كان دايما بيدعمني وكان بينمي موهبتي، وكان في دايما بيجي عندنا في القصر الثقافي الأستاذ حسن الموجي ابن عم محمد الموجي، ويعني رحت له وتعرضت عليه وقال لي انت يعني ان شاء الله هيبقى لك مستقبل، والحمد لله يعني صدقني. طيب قلنا علي بقى، يعني انا مش هسألك، انا احنا عايزين نسمع السادة المشاهدين موهبتك ونطربهم كده على الصبح، هتسمعنا ايه دلوقتي؟ حاضر. ممكن نسمع. هو جابه لنفسه على فكره لما قالك برضاك يا اخي. ممكن صعبة. نسمع برضاك. هو قال حاجات كتير قوي صعبه. ممكن نسمع برضاك. يلا برضاك يا خالقي لا رغبتي ورضاي، برضاك يا خالقي لا رغبتي ورضاي، خلقت صوتي ويدك صورت برضاك يا خالقي لا رغبتي ورضاي، خلقت صوتي ويدك صورت مقصدي ومناي،
لما ألاقيك لما ألاقيك لما ألاقيك لما ألاقيك ولما تستمع شكوى ايه الجمال الله. ده ايه الجمال ده صعبتها اللي جايه هي لازم يكون في نفس المستوى خد بالك انت على فكره زودت التحدي بقى ما شاء الله ما شاء الله طيب قولي يا علي بقى لما انت ابتديت تروح اصول الثقافه وابتديت ترمي موهبتك وانت صغير ايه اللي كنت وقتها محتاجه عشان تقدر تثقل هذه الموهبه دي؟ يعني ما شاء الله احنا سمعنا حقيقه موهبه يعني خليني اقول لك انا اتفاجئت بصراحه شكرا جدا بس عايز اعرف انت ايه بقى رحلتك كانت عامله ازاي شكلها كان ايه والله رحلتي كانت عامله زي ما انا قلت لحضراتكم كده من خلالها يعني طبعا انشغلت بالدراسه قعدت فتره كبيره طبعا يعني بالدراسه ابتداء من ابتدائي واعدادي ولما دخلت ثانويه عامه طبعا رحلتي الفعليه ابتدت من الجامعه يعني انا ومن وانا صغير كان الفتره دي هوايه بس ما كانتش يعني بنميها ما كانتش حاجه اساسيه زي دلوقتي لما دخلت الجامعه كنت داخل المحاضره بتاعت صدفه لقيت في نفس المدرج اللي انا باخد فيه المحاضره صوت مزيكا وناس بتغني ووالدي كان معايا ساعتها الفتره دي كنت انا يعني بمر بفتره صعبه وكنت يعني ما كنتش هغني تاني وخلاص قررت ان انا يعني الغنى ده انساه وخلاص يعني فبالصدفه زي ما بقول لحضراتكم كده لقيت الموسيقى شغاله والدي قال لي تخش قلت له لا مش عايز ادخل مش هغني تاني خالص خلاص قال لي لا هتخش وهو اصر ان انا اخش وفعلا لما دخلت سمعوا صوتي طبعا فجأة وابتديت الرحله من هنا اللي انا بقيت عضو في كورال كليه الاداب جامعه القاهره لا الاحتراف بقى انا عايز بقى الاحتراف احنا اتكلمنا كهوايه وازاي كنا بنسمع وازاي كنا بندندن مراحل الاحتراف عشان توصل للصوت ده والتمكن والتحكم ده ازاي وصلت له والله من عند ربنا يعني ما كانش في دراسه لا مش دراسه خالص يعني كل دي موهبه سمعيه فقط موهبه سمعيه فقط ويمكن الندوات اللي كنت بتحضرها والفعاليات اللي كنت بتحضرها بالظبط انا كنت بسمع كتير وكنت بسمع الوان مختلفه يعني مش قديم بس يعني مثلا كنت ساعات بسمع شيرين احمد سعد مدحت صالح بهاء سلطان كل الالوان يعني كل الالوان على كل الالوان كل الالوان فمن خلالها ان انا ابتدى صوتي بالالوان المختلفه اللي انا كنت بسمعها صوتي ابتدى يبقى قوي شويه طيب احنا عشان نوصل هنتكلم طبعا عن المسابقه وتفاصيل المسابقه لحد ما فزت بالمركز الاول لكن نسمع حاجه اوكي حاضر احنا كنا قبل الهوا كان بيقول برضو بيحب نور مكانه في القلوب نسمع النور مكانه في القلوب يلا النور مكانه في القلوب احضن خيوط شمس الغروب يا تكون قد الحياة تعيش وحيد وسط الدروب اليأس ضعف وخوف جبان لكن الأمل يفتح بيبان يا قد الحياة تعيش وحيد وسط الدروب المس خضار الشجر حس بضياء القمر انقش قلوب على الحجر وعاك ما
تحلمش يا جسدك في قلب الروح تداوي كل جروح بالسر وتبوح وياك ما تحلمش في القلوب أحضن خيوط شمس الغروب يا تكون قد الحياة تعيش وحيد وسط الدروب في ناس تشوف بضمير ضرير وناس تشوف بضمير ضرير يا تكون قد الحياة تعيش وحيد وسط الدروب حل مرار ليام لسه الحياة قدام تضحكش جسدك في قلب الروح تداوي كل جروح بالسر وتبوح وياك ما تحلمش دي رسالة لينا كلنا في السنة الجديدة بقى. طب قلنا يا علي ازاي عرفت بقى بالمسابقة وازاي تقدمت ليها؟ والله من خلال الأستاذة هادية صابر هي اللي يعني أنشئت مسابقة المواهب الذهبية من خلالها ومن خلال جمعية البلد اليوم برضو. الاشتراك بقى في المسابقة كان عامل ازاي؟ التحديات المتسابقين؟ والله يعني تحدي مختلف خالص يعني وتحدي جميل. دي كانت أول مسابقة تدخلها؟ أنا أول مسابقة أدخل الموسم دوت. تمام. هو الموسم السادس ودي أول مرة ليا يعني. كم متسابق كانوا موجودين معاك؟ لا كانوا كتير يعني. يعني كعدد معين معرفش بس عدد هو كان كبير. طب التحدي كان عامل إزاي بقى؟ لا تحدي كويس جدا وكانوا أصوات جميلة جدا طبعا وكان كمان مش غنى بس ده كان استعراض وعزف ويعني مواهب مختلفه. بيختاروا هم الاغاني اللي انتوا تغنوها ولا كل واحد بيبقى مجهز حاجه؟ لا بيختاروا الاغاني اللي كمان. طيب نختار احنا ولا تختار انت؟ هم كانوا بيختاروا. انت شوف بقى. لا سيبيه هو يختار المره دي. تختار بقى المره دي. ماشي ممكن نقول عيون القلب. يلا ماشي يلا. عيون القلب سهرانة ما بتنامش لنا صاحية ولا نايمة ما بقدرش يبات الليل يبات سهران على رمشي يبات الليل يبات سهران على رمشي وانا رمشي ما
يداي النوم وهو عيونه تشبع نوم وانا رمشي مداي النوم وهو عيونه تشبع نوم روح روح يا نوم من عين حبيبي روح يا نوم. الله عليك. شكرا. الله عليك. طيب بما اننا بقى داخلين على سنه جديده، ايه امنياتك للسنه الجديده؟ والله امنياتي للسنة الجديدة تبقى سنة أفضل وأحسن من اللي قبليها، ودايما أنا ببقى يعني طموحي يعني بتبقى أفضل من نفسك تحقق إيه طيب؟ أنا نفسي يعني أكون أول مطرب يعني أعاقة حركية إن شاء الله يعني. طب علي قولي مين المطربين أو المطربات اللي أنت بتحبهم؟ أنت قلت لي بتحب تسمع كل الألوان. مين المفضل يعني؟ هو طبعا بالنسبه للقديم ما فيش خلاف عن ام كلثوم. طب في نجاة، ورده، عبد الوهاب، الجديد مدحت صالح طبعا، بهاء سلطان، احمد سعد، اصاله، شيرين. بص انا هتلاقيني سؤالي في الاول عارف بحاول كده ايه افتح معاك الكلام. مش سهل، مش سهل. بالظبط، عشان اصعب تغير. من اللجنه. سمعنا ايه بقى؟ يعني نسمع حاجة جديدة بقى ممكن. يلا. لو حسيت ان احنا عارف تقلنا عليك بس قولي. لا 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 عادي. يلا. وانا ممكن اسمعكم حاجة مختلفة خالص، انا ملحن اغنية. طيب يلا بينا. بس هي الاغنية دي مش كلمات يعني، انا الكلمات قريتها من النت ولحنتها يعني. مفيش مشكلة، نسمع حاجة جديدة. اوكي. سيبها كده متعلقة لكلام نافع ولا لغة، سيبها كده، سيبها كده، سيبها كده متعلقة لكلام نافع ولا لغة، بتداري ليه، بتداري ليه شوقك بقى وشوق الرسول في كل كلمة أنا قلتها، بتكدبيني ما بين الناس، بتكدبيني ما بين الناس، مع انك انت مصدقة نفهم بقى، نفهم بقى، يا كل حلم حلمت يوم، يا اجلى حاجة عشقتها، وياك يا قلبي تملك وضح لك وانت الحقيقة واكسجة، حرماني ليك، حرماني ليك، حرماني ليك من الكلام ومحرمة حتى السلام، ما تجاوبي يلا عينك دنيا لا عشقتها ولا سبتها، حبيت معاك كل حاجة وكل حاجة كرهتها، ما انا اللي حبيت براحتي لما قلت الحب عيب وانت قلتي ما انت دنيا وانت كمان، اغلى حبيب يبقى ليه، يبقى ليه، يبقى ليه، ابعد وانسى حتى يبقى كلام غريب، ايوه انا صابر، ايوه انا صابر، وصبري طبعا شيء عجيب،
ما انت اول ما انت اول ما انت اول حب عشقت وانت اخر شمس طالع شمس تاني حرام تجيب. كان لازم ياخد المركز الاول يعني هو كمان مش مساله بيغني بس كمان راجل كمان بيلحن طبعا وكان لازم ياخد الشهاده بتاعه المركز الاول. واللي عاجبني فيه كمان ان انت عندك بصمه يعني حتى الاغاني اللي انت غنيتها للمغنيين والمطربين الكبار حتى عندك برضو لمستك كده يعني صحيح صح هي بس تبقى بقى سلطان جديد. والله كنت لسه هقول لك يعني انا كنت هقول لك احنا للاسف وقتنا بيخلص فانا مش هسالك يعني بس قبل ما نسمع حاجه يبقى بهاء سلطان في شهاده تقدير احنا كنا بنعرضها دلوقتي للساده المشاهدين على الهواء. كلمنا عن شهاده التقدير دي بقى. هي الشهاده ديت من ضمن التكريم اللي انا اتكرمته وطبعا كلنا يعني بنتكرم نفس التكريم بس هي بتختلف في المراكز. طيب حابب تغني بهاء سلطان ولا اغني بهاء سلطان؟ حابب تختم بايه اللي انت تحبه؟ خد بالك منطقه بهاء سلطان دي منطقه صعبه قوي ماشي. يعني مش قد بمنتهى الامانه مش اي حد لا هو ما شاء الله هو صوته قريب منه جدا ماشي نخلي نغني كان يا مكان ولا تحبوا انا طول اليوم مهموم؟ بلاش هموم اه بلاش السنة الجديدة عشان السنة الجديدة صح؟ بالظبط معايا برضه كان يا مكان الفرايحي قوي يعني مش طب اختار حاجة طيب فرايحي عشان السنة الجديدة والله انا مش يعني مش حافظ طيب حاجة طب فرايحي. انت مجهز ايه تاني؟ احمد سعد احمد سعد وردة كان يا مكان ماشي ممكن نقول كل ده كلمة ممكن لعبد الوهاب يلا يلا كل ده كان لي لما شفت عينيك كل ده كان لي لما شفت عينيك حن قلبي إليك وانشغلت عليك وانشغلت عليك حن قلبي ليك وانشغلت عليك وانشغلت عليك كل ده كان ليه كان ليه ليه قالي ليه قال لي كم كلمة يشبهوا النسمة في ليالي السيف فاتني وفي قلبي شوق بيلعب بي وفي خيالي تيف الله 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 يعني انا كنت عايزاك تكمل والله يا علي بس احنا بجد سعداء انت كنت معانا النهارده شكرا لحضرتك ويعني نتمنى لك النجاح والتوفيق في حياتك اللي جايه طبعا وان شاء الله السنه دي تبقى سنه وشها حلو عليك ويبقى وشنا حلو عليك في السنه الجديده ان شاء الله. شكرا. علي فرج الفائز المركز الاول فصل ما طب استنى هقول لك لازم عشان برضو الناس اكيد مستنيه برضو اكيد طبعا عايزاه يكمل نشكره برضو طيب. علي فرج الفائز المركز الاول في مسابقه الصوت الذهبي للغناء ذوي الهمم واحنا بقى يعني هنسيبك تغني اغنيه بقى للمشاهدين في طريقنا الاغنيه غير الاغنيه دي ولا غني اللي انت عايزه احنا غنينا لسه فاكر صح غنيناها لا. لا لسه فاكر البروف. لا ما غنيناهاش حاضر نغني لسه فاكر بيحب الحزينه فاكره علي انا لوني حزين خالص لسه فاكر قلبي يديلك كمان ولا فاكر كلمة هتعيد اللي كان لسه فاكر قلبي يديلك كمان ولا فاكر كلمة
هتعيد اللي كان والله نظرة توصيل الشوق بالحنان لسه فاكر كان زمان كان زمان لسه فاكر كان زمان كان زمان كانت الأيام في قلبي دموع بتجري وانت تحلالك دموعي ويا عمري يا مهانت لك وكانت كل مرة تمحي كلمة من كلامي فيك وصبري كلمة كلمة لما راح الهوى ويا الجراح كلمة كلمة لما راح الهوى ويا الجراح واللي قاسيته في ليلي اتنسى 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 ويا 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 الصباح لما تسألني هقولك كان زمان كان زمان لسه فاكر كان زمان كان زمان.